السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم اسهل طريقه تصميم هايلايت ونشرها في الانستغرام بطريقه جدا جدا سهل عن طريق فوتوشوب. مثل ما تشوفون، اول شيء حمل الهايلايت من الرابط في الديسكربشن، هذا الملف الخفيف الصغير. اوكي، بعد ما تحمل الملف انقل هذا الملف مباشره في الفوتوشوب. بعد ما تحطه في الفوتوشوب مثل ما تشوفون الحين، وين تحط الهايلايت الخاص بك، الشيء اللي تكلم عنها مثل في فيسبوك، صفحتك، تويتر، اي شيء، تقدر تزيل هذا الانستغرام. هني مثل ما تشوفون هذا، اضغط على ازاله، علامه العيون، اضغط على ازاله. الحين بتحصل المربعات، لازم تضيف الشيء اللي انت تريده في الوسط هني مثل ما تشوفون. اوكي، راح اضيف انا مثلا لوجو قناتي، وراح اقول لهم ان هذا قناتي واشتركوا فيها مثل هذا الاشياء. اوكي، مثل ما تشوفون راح اضيف الشيء اللي اريده مباشره هنا في الوسط، واضغط علامه الصح مثل ما تشوفون. بعد ما تضيف الشيء اللي انت تريده، خلاص الحين ناس ما تشوفون الحين الشيء الهايلايت جاهزه. خلاص بعد ما تضيف الشيء اللي تريده، لوجو، صوره، اي شيء تريده، تقدر تكتب مثلا تكتب اي شيء تريد بالضغط على التكست وتكتب الشيء اللي تريد، او تضيف مثلا هذا قناة بهذا الطريقة، تضيف أي شيء مثلا، واحد ضبط الصورة مثلا هذا، نزل وين المكان اللي تريده مثلا هني 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 أي مكان، هو أنا بحطه هني بحطه هني. أوكي، بعد ما تسوي الهايلايت اضغط على فايل، اضغط على سيف اس، مكان حفظ الصوره سطح المكتب، اضغط على سيف. خلاص مباشره تم حفظ الهايلايت مباشره، جاهز. هذا هو الهايلايت، تم حفظه. اوكي، الحين كيف تنشره في الانستغرام؟ نروح على الهاتف ونشرح لكم. اوكي، في الهاتف تفتح انستغرام. بعد ما تفتح انستغرام مثل ما تشوفون، ناس ما تشوفون انا ضفت اكثر من هايلايت في صفحتي، مثل ما تشوفون الهايلايت الاول، هايلايت الثاني، وهايلايت الثالث. مثل ما تشوفون ضفت قناتي، وشرحت ان قلت لهم ان يشتركون في القنوات المختلفه، عندي اربع قنوات اشتركوا فيها. اوكي، كيف تضيف الحين؟ اول شيء تروح للصفحه الرئيسيه، الصفحه الرئيسيه هني، الحين اضغط على علامه الزايد، اضغط علامة الزايد تشوفون. اوكي، بعد ما تضغط علامة الزايد الناس تشوفون عندك هنا نشر، اختار قصة، قصة ستوري. اوكي، الحين اضغط على هني هذا الزر حتى تختار الفيديو اللي صورته او اي شيء تتكلم عنها. حتى انا سويت فيديو قلت لهم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حق القناه الخاص بي. ناس ما تشوفون راح بضيف الفيديو. اوكي، بعد ما ضفت الفيديو هذا هو الفيديو. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو الفيديو. الحين اريد اضيف الرابط، مثلا رابط القناه، تضغط على هذا الزر، هذا الزر. اوكي، بعد ما تختار هذا الزر الحين تضيف مثلا رابط، مثل ما تشوفون هذا هو الرابط، اضغط عليها وحط الرابط مثلا القناة، راح تحطه هنا لصق. اوكي، واضغط على تم. اوكي، مثل ما تشوفون الحين اضفت الرابط القناة، وين تبي تحطه، اي مكان تبي تحطه حطه. اوكي، مثلا بحطه هنا، بحطه هنا. اوكي، الحين تقدر تضيف مثلا كلام، مثلا اشتركوا في القناة او رابط القناة، مثلا رابط. اوكي، مثل ما تشوفون. اوكي، الحين بعد ما تضيف الرابط اضغط على تم، او تضيف تقدر تغير، مثلا تقدر تغير اللون الخاص به، مثلا اصفر، احمر، مثلا احمر. اوكي، اضغط على تم. الحين راح تحطه هنا جنب الرابط. اوكي، بعد ما تضيف الحين تضيف الرابط وتحط الفيديو، اضغط على هذا
اضغط عليها، قصتك قصصك اضغط عليها. خلاص الحين انتظر لين ما يتم رفع الفيديو مباشرة في الحالة. بعد ما يتم رفع راح بشرح لك كيف تضيف الهايلايت الخاص بك وتضيفه هني مثل ما تشوفون، تضيفه هني. اوكي راح ننتظر لين ما يتم تحميل رفع الفيديو وبرجع لكم. فيلا اوكي، بعد ما ضفت القصة نشرت فيديو مثل ما تشوفون او صورة او اي شيء مثل ما تشوفون. هذا الفيديو يعني يتكلم انه يشترك في القناة، هذا قناتي الخاص يشتركون فيها. اوكي بعد ما ضفت القصة الحين اضغط على مزيد، هذا مزيد. اوكي الحين حتى تضيف الهايلايت اضغط على ابرز قصص، ابرز يعني اضافة الى ابرز القصص. اوكي اضغط على جديد. اوكي الحين اكتب اكتب الشيء اللي تريده مثلا قناة. بعد ما ضفت الاسم اوكي اضغط على اضافة، اضغط على اضافة. اوكي بعد ما ضفت الحين ارجع اخش خطوة للخلف، روح للصفحة، هذا روح للصفحة الرئيسية. اوكي مثل ما تشوفون الحين حتى تضيف الصورة الى هايلايت اضغط عليه ضغطة. اوكي الحين اضغط على مزيد. اوكي تعديل ابرز القصص اضغط عليها. اوكي الحين كل ما عليك انك تحدد تعديل الغلاف، نفس ما تشوفون تعديل تحديد الغلاف. اوكي تختار الصورة من جهازك مثل ما تشوفون. اوكي اختار الصورة، هذا هو الصورة، اضغط على التالي. اوكي الحين تقدر تكبر بهذا الشكل. اوكي بهذا الطريقة. الحين اضغط على تم، خلاص تم. خلاص الحين تم إضافة الهايلايت مباشرة في الصفحة الرئيسية مثل ما تشوفون، هذا هو الهايلايت الحين ضفناه. الحين إذا تضغط عليها كل شخص يشوف هذا القصة يقدر يشترك في القناة بالضغط على الرابط، نفس ما تشوفون بالضغط على الرابط راح يعطيه الرابط ويشترك في القناة. وبس هذا هو طريقة إضافة إنشاء هايلايت ونشره في الانستغرام. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.